مباراة تبدو مثيرة هنا في ملعب سبيو، ونتمنى بأن تكون كذلك. من كابينة التعليق تواجد معكم فارس عوض. كل الأمنيات بالتوفيق والاستمتاع بمشاهدة هذه المباراة، حيث سيكون فريق الاتحاد السعودي في مواجهة المرينج ريال مدريد. حقيقة أنا سعيد جدا بالتواجد اليوم معكم، وأتمنى بأن تكون هذه المباراة مليئة بالندية والإثارة. التشكيلة اللي راح يلعب فيها الاتحاد في مباراة اليوم، واليوم يلعبون بخطة 4-5-1 الهجومية. انطلاقة المباراة بأقدام لاعبي الريال. ريال مدريد يجد تنافس كبير داخل إسبانيا، سواء على الصعيد الكلاسيكو مع البارسا أو في نفس المدينة مع أتلتيكو مدريد، واللي يقدم مواسم رائعة مؤخرا. والكرة في المرمى، هدف مبكر هنا للتسجيل في هذا اللقاء. نشوف الهدف من جديد، كم ممكن تفادي هذا الهدف لو أن حارس المرمى كان منتبه حقيقة لزاويته ولم يترك اللاعب يسجل في هذه الزاوية القريبة. هدف يتحمل مسؤوليته بشكل كبير. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. هكذا يكون التدخل في المنطقة. وينتهي التهديد الآن بعد تدخل ممتاز. لوكا مودريتش، ماريانو، بينية فيها خطورة، محاولة لإيجاد ثغرة وإيجاد مساحة، والعرضية تبعد والكرة بتروح وتنتهي الخطورة. كرة ضاعت من الاتحاد. توني كروس، هجمة مع ريال مدريد. ريال مدريد الآن يقوم بعمل في منتهى الجمال في تمرير الكرات. وصول الدعم من الزملاء في هذا التوقيت. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. يا رب هدف التعادل. نظرة جديدة على الهدف هنا من خلال الإعادة. شوف التمركز السليم، شوف التموضع أمام المرمى في انتظار الكرة من مسافة قريبة. أكيد الهدف مضمون. هدف التعادل إذن. النتيجة الآن 1-1. تدخل ممتاز هنا ويعترض الكرة. ريال مدريد يتفوق فيما يخص أرقام الاستحواذ في هذا اللقاء، لكن حتى الآن لا أعتقد بأن المدرب سعيد بما يحدث على أرضية الملعب، لأن الفريق لا يخلق فرص كافية على المرمى، وحتى الآن يحبط جماهيره اللي تتوقع بأن تنتصر في هذه المباراة وليس فقط بأن تتفوق في الاستحواذ. هنا يجب أن يكون هناك حل ما لخلق الخطورة. كروس يتقدم فيها، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. في المرمى يتصدى حارس المرمى. شوط أول ينتهي هنا في ملعب سانتياغو برنابيو. ضربة بداية الشوط الثاني عند الاتحاد. ضربة
توني كروس، هنا إلى رودريجو. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. كرة خطيرة لبنزيما، يا رب فعلها مرة أخرى، سجل لثاني مرة اليوم، يقدم مباراة كبيرة ويحلم بالهاتريك الآن. متابع إعادة الهدف ونشوف القوة الكبيرة في التسديد، قوة لكن كان فيها دقة، فيها توجيه أيضا تجاه المرمى. يستأنف اللقاء مرة أخرى على تأخر الملك ريال مدريد في النتيجة. خرج بالكرة بدون أي مضايقة. ضاعت الكرة بعد تمريرة خاطئة. ممكن فرصة من خلال كرة مرتدة. كريم وفرصة هدف في الآن. تصويبة لكن الخطورة تنتهي عند الحارس. تغيير في صفوف ريال مدريد. كيف تضيع؟ كيف تروح؟ كيف ممكن يسددها باتجاه المرمى؟ بينية ممتازة قد تشكل خطورة. مر فيها بنزيما بيعدي كريم. ضربة ركنية لو نفذت بنجاح سيزداد الفارق إلى هدفين. الفريق ينجح في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. تسديدة يا رب، ثقة كبيرة من الحارس في التعامل مع الكرة. فينيسيوس، مودريتش، تدخل بدون خطأ هنا في 18. الربع ساعة الأخيرة في هذا اللقاء كانت بينية في الطريق لكن الكرة تقطع في ماركو أسينسيو، والتصدي جيد هنا. بينفذ الركنية، فشل في إبعاد الكرة. حلوة الكرة، كان ممكن التعادل في اللقطة الماضية، ما كانت بعيدة اللقطة لكن ما زالت فرصة التعادل والبحث عن التعادل مستمر. اعتراض ناجح مشاهدينا للتمريرة. يتقدم بالكرة. مستحيل مستحيل، عادوا في وقت لا يعود فيه إلا الكبار. لم يرفعوا الراية البيضاء. بالروح المباراة ما تروح ما تروح ما تروح ما تروح. نشوف الهدف مرة أخرى واللمسة البينية الجميلة. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. هدف التعادل إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والنتيجة الآن هدفين لكل فريق. دقيقتين تفصلنا عن صافرة النهاية. الكرة ستصل لحارس المرمى. ينطلق الاتحاد في المساحات الموجودة على طرف. فرصة للتقدم في المباراة. الله، الكرة في المرمى. هدف التقدم في الثواني الأخيرة. هدف لا يمكن تعويضه. أي سيناريو، أي جنون، غير معقول ما يحدث. والآن تأتي الإعادة لتعيد الإثارة وتعيد الدراما وتعيد الآهات في اللحظات الأخيرة. أي هدف وأي توقيت وأي تقدم وأي فوز في الطريق من هذا الهدف.
وتنطلق في هذه اللحظات صافرة النهاية معلنة عن خسارة ريال مدريد اليوم. أداء سيء من الفريق اليوم، كان واضح غياب التركيز وغياب قوة الفريق المعتادة، لم نشاهد الفريق يقدم مستواه المعهود، وبالتالي كانت الخسارة مستحقة اليوم. مباراة ممتازة كانت من جانب كريم بنزيما، قدم فيها كريم كل شيء ممكن تقريبا، طار بشكل جيد، كان واضح أيضا عزمة من البداية على صناعة الفارق، نجح في تسجيل هدفين وساهم أيضا في فوز الفريق.